زي ما احنا شايفين دلوقتي اسره ميشيل خلاص بقت اسره اهلاويه، بنشكرهم على التقرير ده. مستر ميشيل اخيرا يعني عايز كلمه منك بقى لجمهور النادي الاهلي، جمهور الكبير، جمهور دايما مساند، الجمهور اللي خرج بالملايين بعد احتفاليه او بعد نهايه بطوله دوري ابطال افريقيا، وده بيحط عليكم مسؤوليه كبيره خلال الفتره الجايه في البطولات الجايه. كلمه منك لجمهور النادي الاهلي. Ce que je dois dire, c'est de continuer à nous suivre, à nous soutenir. كملوا بطريقتكم كده في متابعتنا وفي مساندتنا، احنا سعداء بوجودكم معانا. اعتقد انتوا اكبر جماهير في قاره افريقيا. اعدادكم كبيره جدا، اعداد غفيره. ووجودكم مؤثر بالنسبه لنا، من فضلكم كملوا. العبوا دوركم، كملوا في دوركم اللي بتلعبوه معانا. في مساندتنا ومساعدتنا. نحقق الالقاب، اكتر القاب، ونبعد بعيد بالنادي. احنا محتاجين بشكل كبير للجماهير مساندتكم، والجماهير برضو محتاجيننا. هي علاقه، احنا محتاجينكم وانتم محتاجيننا. بنكمل بعض. مهم جدا ان الجماهير تساعدنا في كل وقت، وهما بيعملوه بشكل كبير، بيعملوه بشكل كويس جدا. وشفناه الفترة الأخيرة، كل مرة في موقف صعب، في أي مباراة بنلاقيهم معانا وبيساندونا. وأتمنى إن دورهم يزيد في الفترة الجاية كمان. طب تعالى معانا نشوف التقرير ده، كلام كبير وكلام عظيم عن مستر ميشيل من جمهور النادي الأهلي. مدرب حراسة المرمى، انا حاسس ان هو من ابناء النادي، يعني مش مدرب جديد، لا انا من اللي هو من ابناء النادي وروح النادي. وكابتن الشناوي طبعا حارس كبير، وكابتن علي لطفي، وكابتن احمد شوبير، كابتن مصطفى شوبير. فانا طبعا بشكر كابتن الشناوي على المجهود الرائع والروح للنادي الاهلي. طبعا اكيد باين اداؤه من اداء، يعني بنقيم اداؤه من ادائكم حراس المرمى. الشناوي طبعا عالمي، يعني بصراحه في تصدياته، حتى بيلعب الهجمه بسرعه، يعني من كل النواحي، زائد ان هو كابتن الفريق، ففي القياده متكامله. يعني هو واضح في الاونه الاخيره طبعا كابتن شناوي ما شاء الله فرق جامد جدا. طبعا المستوى بدا يظهر بطريقه غير الاول، بلس ان هو دلوقتي تقريبا يعتبر احسن حارس مرمى في مصر وفي افريقيا تماما. طبعا ربنا يحميه ويحفظه ودايما كده للمزيد، يعني ان شاء الله من التقدم لكابتن الشناوي. المدرب ما شاء الله يعني عامل فرق كبير مع الحراس في النادي الاهلي، وكابتن الشناوي طبعا احنا معانا وحش ان شاء الله، ما شاء الله بيطمنا يعني في حراسه المرمى. انا شايف ان هو راجل كويس جدا، محترف جدا، وكمان يعني اداؤه انعكس على مستوى الحراس، ده باين جدا. وواضح ان هو عنده زي، انا اقدر اسميها زي انتماء، لانه رفض انه يمشي مع الناس اللي هو شغال معاهم، وجاء يعني زي هو عنده مهمه ابتداها ومتمسك ان هو يكمل مهمته في النادي طبعا وفي مصر عموما. فده شيء يحترم جدا، وشايف انه ان شاء الله ده الراجل ده لازم هيجيب نتائج جيده جدا جدا مع اي حارس مرمى هيبقى هو بيدربه. ده راجل مدرب هايل، وراجل بنت بصمته على الشناوي وعلى اداء الشناوي. وطبعا زي ما احنا شفنا 3 بطولات، وان شاء الله البطولات اللي جايه اكتر، اداؤه عالي جدا. ويكفي ان هو ما سابش مصر مع المدرب اللي جاي معاه، واحتفظ بان هو يدرب في مصر وخاصه النادي الاهلي، وده انعكاس كلي على الشناوي وزملائه الاثنين الحراس المرمى الاحتياط. وبصراحه لما جه مشاري عنكم طور من محمد الشناوي وخلاه من احسن حارس مرمى في مصر، وكذلك علي لطفي برضه بدا يتقدم، ومصطفى شوبير دوره جاي. فبصراحه من احسن مدربين اللي جم كحراس تدريب حراس مرمى. لا، هو بالنسبه للحراس، مدرب حراس المرمى ده مدرب هايل جدا. يكفي انه حول الشناوي من حارس للاهلي الى احسن حارس في افريقيا، بل بالعكس كمان احسن حارس في الوطن العربي.
وقدامه فرصة كبيرة جدا الشناوي ممكن يحترف في أوروبا في أحسن الأندية، لأنه يعتبر الشناوي من أحسن حراس المرمى في العالم، يعني مش في أفريقيا بس، الحقيقة من أفضل ثلاث حراس هيكونوا في مصر كلها، وده شيء مطمن جدا جدا جدا. والأهلي هيكون عنده أفضل حراس زي ما عنده أفضل لعيبة. الأهلي دايما كده يعني اختياراته جميلة جدا جدا ورائعة. الأهلي هو الأهلي. مستوى حراس المرمى مع يمكن ما شاء الله عليه، يعني أنا شايف نتيجة شغله ومجهوده وخبرته ظهر أوي في أداء الكابتن الشناوي بالمستوى اللي احنا شفناه واللي ثابت عليه ما شاء الله من فترة طويلة لحد الآن. ظهر جدا مستواه الممتاز والأكثر ممتاز حقيقة مع كابتن الشناوي ومع علي لطفي ومصطفى شوبير. يعني يحسب طبعا للكابتن ميشيل إن هو وصل بالشناوي للمستوى اللي احنا شايفينه. الشناوي دلوقتي بقيت بقى لعبه جامد قوي في اخر مطوشه ولعبه اتحسن قوي، كل ده بسبب مدرب ميشيل. ولعبه في الفتره دي في اخر ماتشين كان هايل، ودلوقتي بقى واحد من احسن الحراس في الوطن العربي، وبتمنى له التوفيق ان شاء الله يبقى واحد من احسن حراس العالم. المدرب ده طبعا عنده خبرة كبيرة قوي، ومن ساعة ما جيك حتى المستوى ارتفع. حتى شوف الشناوي وصل لدرجة انه جون بقى جون، يعني عايز اقول لك ايه، بقى جون عالمي. وحتى الشناوي ما حتى ما جاله الشد والحاجات دي احنا ما تحتزناش. علي لطفي لعب، مصطفى شبير لعب، دليل على ان في ثقة جامدة وفي الراجل الكوتش. رأيي ان مستوى الشناوي فرق كتير جدا. اللي اعرفه انا متابع كوره من زمان ان احنا عمرنا ما جبنا مدرب حراس مرمى من بره، على طول كان من النادي الاهلي او من بره النادي الاهلي بس مصري. لكن هو فارق قوي 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 الفتره دي، بدليل ان فايلر لما مشي لا مجلس اداره النادي الاهلي فضلوا باقيين عليه، لان مستوى الشناوي فارق جدا معاه ما شاء الله. ما دخلش فيه جوان كتير السنه دي، مرمى نظيف، الاهلي مكتسح البطولات السنه دي. لا فارق طبعا تدريبه مع الشناوي جدا. يعني هو بصراحه كابتن ممتاز، ومستوى حراس المرمى فارق جدا الفتره دي، واكبر دليل على ان الشناوي صد كذا ضربه جزاء في الماتش، هو اللي جاب الماتش تقريبا، وضربات الجزاء دي بتبقى بتاعه الاجوان يعتبر، فهو مستوى كويس بصراحه. انا شايف ان هو مدرب كويس جدا، وبرغم ان هو مش مصري، بس غير كده هو في روح بين حلوه بينه وبين بين حراس المرمى كويسه جدا، ودي على كده ان هم يعني حراس المرمى مستواهم عالي جدا في الفتره اللي فاتت. لا انا اعتقد ان مع المدرب الحراس المرمى اتغيروا خالص، يعني حتى تحسي ان هو بيدرب الحراس كانه من اهل النادي، يعني عارفه كانه واحد من المصريين اللي هم دربوا في النادي الاهلي. مدرب الحراس للنادي الاهلي الصراحه يعني عمل معاهم شغل كبير جدا، هم يعني الصراحه دلوقتي احسن من احسن حراس في مصر. طبعا هو كويس من ناحيه ان هو من ساعه ما جه مع كابتن ريني فايلر تقريبا الحراس كلهم مستواهم بقى احسن من الاول، والثلاثه على جاهزيه تامه، كابتن مصطفى شوبير او علي لطفي ومحمد الشناوي. طبعا الحمد لله ربنا يخليه وربنا يحفظه من الاصابات. يعني هو مدرب حلو، ومستوى الحراس بقى كويس وتحسن، وبالذات في الفترة الأخيرة لما دخلنا على الماتشات اللي هي المهمة والأخيرة وكده المستوى بقى أحلى واتطور. صراحة في تطور كبير في الفترة الأخيرة، يعني قبل ما هو كان بيبقى موجود كان في غلطات كانت الناس كلها بتاخد بالها منها في حراسة المرمى مع الشناوي وكده. من ساعة ما هو جه يعني الغلطات عمالة بتقل، وفي ثبات على المستوى، في حاجات زيادة اتدرب عليها، فلا يعني واضح ان في شغل في مجهود باين منه، يعني الشناوي بالذات بقى ثابت على مستوى فتره كبيره. انا شايفه ان هو كويس جدا، مدرب كويس جدا، وده باين اصلا في اداء الشناوي في المباراه اللي فاتت. يعني هو اصلا ما شاء الله الشناوي يعني من زمان باين عليه ان هو حارس مرمى كويس جدا، بس هو برده ليه تاثير، والمباراه اللي فاتت كانت بجد في منتهى الروعه يعني، ومبروك للاهلي. بنشكر جمهور النادي الأهلي على الكلام الكبير والكلام العظيم عن مستر ميشيل وكل الجهاز الفني للنادي الأهلي، وده دايما عهدنا بجمهور النادي الأهلي المساندة دايما للجهاز الفني. مستر ميشيل
اخبار اللغه العربيه معاك ايه دلوقتي؟ تكلم عربي زينا كويس ولا لسه العمليه فيها صعوبه؟ اه جيسي دو فير مو ماكسيموم ميتنون جو ريبروند دي كور. يلا يلا عمرو يلا 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 يمين شمال على طول كله تمام كله كويس صباح الفول مساء الفول. خلاص بقيت مصر زينا. مستر ميشيل انا يعني وصلنا لنهايه حلقتنا. انا بشكرك يعني على تشريفك لينا في انك تكون موجود معانا على قناه الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيحبك جدا وده ظاهر كمان من خلال المستوى اللي احنا شايفين عليه حراس مرمى النادي الاهلي، ظاهر كمان على ابتسامتك اللي دايما والنادي الاهلي بيحتفل. خلاص جمهور النادي الاهلي بيعتبر ميشيل يانكوني خلاص واحد مننا. جيتي ا ريميرسي تو الموند باسكو سا ميا دروا او كور. وفعلا حاجه زي كده حاجه تصل لقلبي. انا مش عارف يعني اوصف ازاي سعادتي موجود في النادي وفي الاسره بعضه بالاسره اسره النادي الاهلي. وافضل الاسره دي فرد تو سامبلومون جو سوي هيرو. وكل اقول كل اقدر اوصفه انها سعيد. نشكر ايضا الدكتور عمرو محب اللي يعني الان بعمل الترجمه النهارده مع مستر ميشيل. وزي ما بقول وبكرر الدكتور عمرو محب من الشخصيات المحترمه جدا، ليه دور مؤثر ودور مهم مع الجهاز الفني وايضا مع لاعبي النادي الاهلي، وكمان يعني ما شاء الله محاضر في الاتحاد الدولي. بنشكرك يا دكتور عمرو وبنبارك لك ايضا على الثلاثيه. مبروك لينا كلنا وان شاء الله يا رب الالقاب وعندنا سوبر المصري وسوبر الافريقي باذن الله رب العالمين. ربنا يقدرنا ونحقق الخماسيه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله نحتفل بالرباعيه ونحتفل بالخماسيه ودايما نحتفل مع جمهور النادي الاهلي. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر الدكتور عمرو محب وايضا مستر ميشيل يانكوني مدرب حراس مرمى النادي الاهلي.